شنطه، والشنطه دي خلي بالك دي سنين وبتكمل تصنيعها هنا في مصر، اسمها سيتي يوناني، لكن بيكمل التصنيع هنا في مصر. انا هتبرع ب 500 شنطه والادوات بتاعتها. بشكر حضرتك جدا جدا جدا، عشان الناس الطيبين دول هم اللي هيكملوا المشوار في البلد. الناس الطيبين فعلا. طب 200 في 500 و 200 مين يزود؟ بامانه حضرتك ابتديت اتوقع المحتوى ده مع الوزير. بشكر حضرتك بالنيابه عن الاخوه اللي معانا وحاضرين. انا بوقتي لحضرتك ان التفصيلات حقيقيه، مش حد يتحمل اي تكلفه، الغرفه هي اللي متحمله تكلفه بالكامل. قلت ان السيد رئيس الجمهوريه بيسال على الاسعار. انا بطلب من حضرتك خدمه، ان حضرتك تبلغوا ان في رجاله وراه لا يمكن يسمحوا بازعاج المواطن المصري من ناحيه الاسعار. ان شاء الله هنحاول بقدر المستطاع ان المستهلك المصري يكون مبسوط ويحس فعلا بالفرق الشديد جدا بين بره وبين المعرض اللي حضرتك قائم عليه ان شاء الله باذن الله تعالى. مشكورك. 15 محافظه وحاسين تماما ان احنا نكون موجودين في مع مسترد مصر. شكرا جدا. علي عمر صاحب شركه عمر جروب لاستغلال التصدير والتوزيع، حضرتك جميل ان شاء الله نشارك مع حضرتك في السنه. قوه ان شاء الله. سعيد مرعي مدير التسويق التجاري لشركه كورونا. الحقيقه احنا نازلين بمتلكنا من الشوكولاته والبسكوت، ونازلين بخصومات كبيره. دي تجاري شركه كازيون، ومشاركين برضو في المعرض ان شاء الله. شكرا. تسويق تجاري في شركه غندور للمواد الغذائيه. احنا مسمعين للبسكوتات والحاجات بتاعت الاطفال كلها، الحاجات الغذائيه، وان شاء الله باذن الله مشاركين في المعرض باذن الله للمره الثانيه بعد اهل الوطن. شكرا.